أهلا وسهلا بكم في حصاد الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2019. نبدأ حصاد هذا الأسبوع بمؤشر الدولار الأمريكي والذي حافظ على مكاسبه خلال هذا الأسبوع بعد حديث جيروم باول محافظ الفدرالي الأمريكي والذي أكد على أن السياسة النقدية الحالية تتلائم بشكل كبير مع الوضع الراهن والوضع الاقتصادي الحالي. هذا من جانب، ومن جانب آخر وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون متعلق بحقوق الإنسان في هونغ كونغ، وهذا القانون اعتبرت الأسواق أنه نوع من الدعم للمظاهرات الحالية بهونغ كونغ، والذي يعطي الدعم الأمريكي للحكم الذاتي داخل هذا القطاع. أيضا دعمت الأسواق أنها من المحتمل أن يكون هنالك صراع من نوع آخر ما بين الصين والولايات المتحدة حول هذا الوضع، وأنه من الممكن أن يحد من المكاسب التجارية التي تم التوصل لها في الفترة الأخيرة بين الجانبين. هذا من جانب، ومن جانب النظرة الفنية فما زال التداولات إيجابية حتى بعد كسر مستويات 28.30، هذا المستوى على مؤشر الدولار الاندكس ربما يدعم الوصول لمستويات 99 وربما مستويات أعلى. والمستوى الذي يحافظ على أداء وتداولات الدولار الأمريكي من التراجع هو المستوى 97 نقطة على مؤشر الدولار اندكس. أما عن تداولات اليورو خلال هذا الأسبوع تحديدا أمام الدولار الأمريكي فقد شهدت المزيد من التراجع. قيمة هذا الأسواق بسبب البيانات التي تشهدها منطقة اليورو، على رأسها البيانات القادمة لدينا من ألمانيا والتي تشير إلى مزيد من التراجع في الأداء بشكل عام، وخصوصا على الناحية التضخمية داخل ألمانيا. هذا لم يكن كل شيء، ولكن من النظرة الفنية من المحتمل أن يواصل اليورو أمام الدولار المزيد من التراجع في حال كسر مستويات 1.10 إلى مستويات تقترب من 1.0950، وربما نشهد 1.090. أما عن تداولات الاسترليني خلال هذا الأسبوع تحديدا أمام الدولار الأمريكي فقد كان وما زال ملف البري اكزيت هو الملف الأهم والمسيطر على حركة الاسترليني خلال هذه الفترة السابقة والفترة الحالية. شهدنا خلال هذا الأسبوع المزيد من استطلاعات الرأي والتي ترجح فوز حزب المحافظين على وتقدمه على حزب العمال في الانتخابات المقبلة والمفترض عقدها في منتصف الشهر القادم إن شاء الله. هذه الانتخابات ربما في حال تقدم بالفعل حزب المحافظين ستدعم بشكل كبير موقف بوريس جونسون في الحصول على تمرير الاتفاق الذي قد مرره من قبل أو حاول تمريره من قبل. هذا طبعا سيدعم خروج سلس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير المقبل، وهذا طبعا ما تتوقع وتتفائل به الأسواق. نشاهد محاولات لارتفاع الجنيه الاسترليني وما زالت النظرة حيادية طالما نتداول أسفل مستوى 1.30. في حال الإطلاق على هذا المستوى سنشاهد تداولات إيجابية للاسترليني أمام الدولار الأمريكي، وربما نشاهد مستويات أعلى من مستويات 1.30 في حال بالفعل تقدم حزب المحافظين على حزب العمال. أما عن تداولات المعدن الأصفر فقد فقد شيء من بريقه خلال تداولات هذا الأسبوع والأسبوع السابق، وهذا بسبب الوضع السياسي ربما المستقر بعض الشيء والصراعات الحالية. أيضا شهدنا حديث جيروم باول والذي أكدنا في بداية التعليق على أداء الدولار الأمريكي على أن ربما لن نشهد تغيير كبير في السياسة النقدية داخل أو على الدولار الأمريكي. هذا دعم بشكل كبير جدا تداولات الدولار الأمريكي، وبالطبع شهدنا تداولات سلبية لتداولات المعدن الأصفر أمام الدولار. هذه التداولات السلبية ربما تعاود المزيد من الصعود، ولكن هذا يبقى على عدم كسر مستويات 1430 ومستويات 1450. كسر هذه المستويات سيعود بنا التداول مرة أخرى إلى مستويات 1400، ولكن في حال اشتعال الوضع السياسي المتعلق بمشاكل هونغ كونغ والصين والولايات المتحدة ربما سيدعم ارتفاع المعدن الأصفر خلال الأسابيع المقبلة. سنراقب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة هذا الملف، والذي من المحتمل أن يؤثر على تداولات المعدن الأصفر خلال الأسابيع المقبلة.
أما عن تداولات النفط فقد ارتفع خلال هذا الأسبوع مستمدا الدعم من ما شاهدناه من الأنباء القادمة على مد اتفاقية خفض الإنتاج خلال مدة 3 شهور قادمة. هذا الوضع دعم بشكل كبير جدا تداولات النفط خلال الفترة الحالية، ومن المحتمل أن يدعم هذا الأداء إلى فترة أطول، ولكن سيواجه النفط مستويات هامة جدا وهي مستويات $60 للبرميل، وسيكون هنالك هبوط وتداول سلبي أمام هذه المستويات. أيضا المستهدفات المتوقعة فنيا في حال الوصول إلى هذه المستويات $60 أن نشاهد تراجع مرة أخرى إلى مستويات $55 للبرميل، ولكن هذا ربما يستغرق بعض الوقت. هذا كان كل شيء لدينا خلال هذا الأسبوع، تمنيتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله.